السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. مهندس عمر، مهندس عمر، باشمهندس عمر، باشمهندس عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باشمهندس عمر، باشمهندس عمر، باشمهندس عمر، باشمهندس عمر،
هل لو سمعني هل ممكن أي حد يرد عليا أحس إن في تواجد؟ أي السلام حد؟ عليكم. صوت كويس يا باشمهندس، صوت كويس. كويس؟ طب اه صوت الباشمهندس عمر مش ظاهر يعني نبتدي ولا أنا مش عارف يعني هل في مشكلة عنده ولا إيه؟ مهندس عمر. مهندس عمر يعني هو اللي بيسجل هو اللي ماسك الهوستنج للمحاضرات فهو يعني مش عارف يعني هو انا ممكن نبدأ بس انا يعني ايه نشوف هل في عنده حاجة فنية هل في حاجة حاولنا نبعت له رسالة على الواتساب إن شاء الله. بس انا برضه بعت له على الواتساب برضه للاسف ما يعني رد عليا وبعدين فتحت ودخلت وهو مش بيرد دلوقتي بس هو سكرين شيرنج وكل حاجه ماشيه كويس يعني ما فيش حاجه قلت اخر العشاء فندم بسم الله الرحمن الرحيم والله ما أعرف مش عارف بس هي المحاضرة النهاردة هي مهمة جدا وعلى الكواليتي وكده فهي محتاجة تتسجل بسم الله الرحمن الرحيم يعني يجي لي رسائل غريبة جدا يعني انتوا اللي سامعني يرد مثلا لحد يكون حد في مشكلة ولا حاجة باشمهندس حضرتك صوتك واضح جدا، صوتك ممتاز يعني، صوت حضرتك فوق الممتاز ايوه والصورة واضحة ايوه مفيش أدنى مشكلة اي مشكلة وكل الناس كاتبين لحضرتك كلنا سامعين كله سامع اه هي مشكلة يعني هي بس المشكلة إن في ناس ما عندهاش مايكروفون. ايوه طيب هل في حد ممكن يحق له انه يسجل معايا؟ انا برضه هنا بيقول لي ريكوردينج شغال بس انا ام نوت شور في حد ممكن يسجل معايا طب نشوف كده نشوف البارتيسيبانتس نشوف مين موجود بسم الله الرحمن الرحيم هناء انا معمول كو هوست مانش عمر سليم هوست عشان ممكن مانش عمر عنده لقاء تاني ولا حاجة ذا ميتينج 20/1/21 انا مش عارف هل نبدأ طيب طيب هنبدا ان شاء الله باشمهندس عمر يعني يدخل معانا باذن الله تعالى ونبقى مع بعض ان شاء الله. في حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم المهندس حسين القاضي في ثامن لقاء اليوم ولقاء هام جدا لأن هو بيحتوي على أهم عنصر من عناصر الإدارة وهي الكواليتي مانجمنت سيستمز. بحييكم جميعا قبل ما نشتغل وبحيي طبعا باشمهندس عمر والبيم أريبيا كلها والمهندس مود معتز لان عنده يعني موضوع شخصي خاص يعني شويه ومضطرين بقى نبدا واعتقد المهندس عمر قد يكون في عنده حاجه فعلا بس هو رد عليا على الواتساب طيب
معلش هنبتدي، ولو في اي حاجه نبقى نشوف بعدين. الحقيقه المحاضره هامه جدا جدا، وفي مبدا ما اعرفش انا بقى مش انا اللي اخترعته يعني، او اللي خاطر على بالي، اللي ما يعرفش كواليتي مانجمنت وهو بيحاول يبقى مدير مشروع او يشرف اداره المشروعات يعيد حساباته، لان من غير الكواليتي مانجمنت مفيش حاجه اسمها مانجمنت. الكواليتي مانجمنت من اهم العناصر في اداره المشروعات. وده ما تسمعنيش، احنا كل مره بنقول الموضوع مهم الموضوع مهم الموضوع مهم، لكن الكواليتي مانجمنت الحقيقه انا يعني ايه عايز اتكلم عليه من زمان، لان هو الكواليتي مانجمنت اللي هو نظام الاداره. هنتكلم النهارده على نظم الاداره، اشهر ثلاث نظم اداره موجوده في الايزو، في توتا كواليتي مانجمنت، في السكس سيجما، في الاوروبيان سيستم برضو هنشير لاسمه في الاخر، وفي انظمه كتير في الاداره يعني، بس دول ايه اشهر ثلاث حاجات واكثر حاجات معروفه. هي انظمه اداره الجوده الايزو والجوده الشامله والسكس سيجما. الاجنده بتاعتنا النهارده اول نقطه هي طويله شويه واللقاء طويل شويه، ان شاء الله نحاول ان احنا نخلص يا اما خلصنا كله يا اما يبقى عندنا لقاء تاني نكمل، بس اعتقد يعني انتوا عندكم صبر في كل مره، فخلينا النهارده نشوف ايه الممكن. ويا ريت نخلي بالنا كحد يعني حد يكون فاتح المايك يخلي بالنا حوار، لان انا يعني مش حابب ان انا ايه افضل اتكلم كده على طول ومن غير ما يكون في يعني ايه فيدباك. طيب، فاول نقطه في الاجنده اندرستاند كواليتي مانجمنت سيستم، اول نقطه اللي هو فهم او تعريف يعني ايه نظام جوده، ده اول حاجه. النقطه الثانيه كواليتي اند جريد، في حاجه اسمها جريد يعني الدرجه، يعني في الكواليتي في الجريد، وهيبان الكلام ده في التعريفات. في بعد كده هنتكلم على الكواليتي اشورنس اللي هو ضمان الجوده، هو ده اساس كل حاجه يعني. الكواليتي اشورنس دي متعلقه بالسيستم بالنظام اللي هو الموضوع الاساسي بتاعنا اللي بيتفرع منه بقى كل حاجه. طيب هنتكلم بعد كده على هو از ريسبونسبل فور كواليتي، مين المسؤول عن كواليتي في المؤسسه او في المشروع او في اي مكان او في المنظمه او في اي حاجه. النقطه الخامسه كواليتي لوب، الكواليتي لوب اللي هي اللوب اللي هي يعني العدسه بتاعت كواليتي، يعني ايه من بدايه ما بنبتديها لغايه ما ننهيها، ايه الامور اللي بتعدي عليها عشان ايه تكتمل. بعد كده بنتكلم على هاو تو بروفايد كواليتي اشورنس، يعني انا ازاي اعطي ضمان للجوده، هاو تو بروفايد كواليتي اشورنس. طيب النقطه بعد كده السابعه ايفوليوشن اوف كواليتي مانجمنت سيستم، اللي هو كواليتي مانجمنت سيستم تطوره تاريخيا. طبعا في اجزاء من التاريخ احنا طبعا ما حدش بيتكلم عليها كتير او مش عارفين كانت الاداره ازاي. يعني قدماء المصريين يعني اللي بنوا اعظم يعني عملوا احدى المعجزات العالم السبع، يعني ما احنا مش عارفين ايه الكواليتي سيستم اللي شغالين بيه او الانظمه شغالين بيها لغايه النهارده. لو موصلين لحاجات احنا ستيل لغايه النهارده مش عايزين نوصل لها. وبناء سور الصين العظيم، يعني حاجات كثيره جدا في العالم في التاريخ. بس هنتكلم على ايفولوشن كواليتي مانجمنت سيستم كما هو معتاد كما هو معروف يعني. History of the quality management، تاريخ الكواليتي مانجمنت، تاريخ اداره الجوده. Defining the dimensions of quality اللي هي ابعاد الجوده. Implementation، هنا هنبتدي نتكلم على عناصر التوتال كواليتي مانجمنت. وبعدين هنتكلم على السكس سيجما. وبعدين هنتكلم على recognizing and awarding quality.
ايه يعني بنتعرف وبتكافئ الكواليتي ازاي انترناشونال. بعد كده حاجات بسيطه بقى بعد كده سهله، الاورجانيزيشن اوف كواليتي يعني ازاي الهيكل التنظيم بتاع الكواليتي بيبقى فين وبيتحط ازاي مع الهيكل التنظيم بتاع اي منظمه او اي مؤسسه او اي مشروع. الكواليتي اشورنس بروجرام دوكيومنتيشن، كواليتي كنترول اند كواليتي اشورنس. بعد كده كاونتي اند بروجكت كواليتي سيستم، كواليتي سيستم بتاعت الكومباني او البروجكت. فدول 16 نقطه اللي المفروض نكون موجودين مع النهارده. الحقيقه على قدر ما هنشوف يعني الوقت هيوجبنا لغايه فين. فاعتقد وفي في في لقاء تاني في الكواليتي ان شاء الله هننفذه بعد كده، ازاي بقى ندخل بعمق في موضوع الايزو لان هو اكتر حاجه معروفه بالنسبه للجنرالز الايزو، وازاي اطبقه وازاي ابنيه في الشركه وايه مميزاته والخطوات اللي تنفيذه، دي هتبقى موضوع تاني غير الموضوع بتاع النهارده. موضوع النهارده موضوع عام. في متخصصين في الكواليتي عشان بس احنا بنتكلم، وبفكركم دايما ان احنا بنتكلم على هاو تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر. عشان تبقى انترناشونال بروجكت مانجر لازم تبقى عارف كويس قوي الكواليتي سيستمز وهاو تو ديل وذ ات. احنا بنتكلم على عناوين او على العناوين بتاعت الكواليتي بس مش داخلين في اي حاجه. طيب quality and quality systems. What is meant by quality؟ ماذا تعني quality؟ شوية تعريفات. According to ISO 8402 standard for quality vocabulary defines quality in the following way. يعني الايزو 8402 بتعرف الجودة كالتالي. الكواليتي quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. اللي هي الجودة هي التكامل أو الإجمالية بتاعت الفيتشرز اللي هي الخصائص والكاركترستكس بتاعت الـ أي منتج أو أي خدمة اللي بتحمل في 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 في, في في طياتها ان هي تو ساتيسفاي يعني تخلي يعني تلبي احتياجات اي حد يعني ده معناه ايه؟ معناه conformity to specifications، يعني ان انا باخد الخدمه او البضاعه اللي انا بشتريها او الحاجه اللي انا بشتريها سواء برودكت او سيرفيس او الخدمه اللي انا عاوزها. نمرة اثنين الكاستم ساتسفاكشن. دايما هسمع كتير قوي عن الكاستم ساتسفاكشن، لان اي سيستم ما بيؤديش للكاستم ساتسفاكشن يبقى يعني سيستم مش يعني ايه ما نقدرش نتكلم عليه على انه سيستم مظبوط او سيستم صح. اللي هو ايه؟ اللي هو ارضاء العميل. طيب اكون تو اجو 9000، وده اللي ان شاء الله هنتكلم عليه ان ديتيل، لان هو 9000 من زمان موجود يعني 92، بعد كده بقى 2005، بقى 2015، اخر حاجه فيه 2015 دلوقتي اللي هو اللي شغال او الـ يعني اخر فيرجن من الاجهزه 9000، ودي ان شاء الله نتكلم عليها بعدين ان شاء الله في لقاء تاني. انا محتاج تركيز شويه و وزي ما بقول ان لازم البروجكت مانجر يبقى عارف يعني ايه كواليتي، وفاهم ولا فاهم يعني ايه ايزو، وفاهم يعني ايه كواليتي مانجمنت، وفاهم يعني ايه 6 سيجما، وفاهم يعني ايه لين 6 سيجما. برضه هتبان برضه بنتكلم النهارده. مش هبقى ان ديب لان الموضوع اعمق بكتير جدا 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 من اي حد. في ناس متخصصه في الكواليتي، ودول ان شاء الله برضه هنتكلم في الطريق ايه يعني ايه الخصائص بتاعتهم. يعني برضه اللي عايز يدخل ديب في الكواليتي برضه هيحضر معانا وهيعرف ان يعني ايه ان الموضوع جميل وبسيط جدا ورائع. وهو يعني الكواليتي هي السبب الرئيسي
في الفروقات التكنولوجية والفكرية في العالم كله والثقافة في العالم كله. في أسامة باشا عجور عامل ريزنج هاند. أنا مش أنا يعني إيه، إحنا مش، لا ده خطأ يا دكتور، لا مؤاخذة. لا ما يهمكش ما يهمكش فن. ما يهمكش يعني، هنخلي يعني كل واحد. أنا عادة أنا بحضر محاضرات كتير لناس كتير، أساتذتنا كبار يعني كلهم يعني وفي غالبيتهم شباب يعني، أساتذتنا كبار اللي هم، لا أساتذتنا فعلا في الدرجات العلمية، بحضر في الكواليتي وبحضر للين كل أنواع البروجكت مانجمنت أو لأي إيه إيشو. لازم نعرف الدنيا وصلت